فتحت اكتر هتطلع مني بره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه تيبل تنس مع الكابتن رضا ثابت. بيشرفني النهارده الكابتن ايمن. يعني النهارده هنعمل بقى تدريبات على الصد وهنشوف ازاي نتعامل مع الجلد الصد. بص قطعت التاتين هتلاقي تطول مني. بص كده ممكن هو اللي يشوت كده هو ممكن هو اللي يشوت لكن انا بحاول العب واحده قطع العب واحده قطع واحده كنت واحده قطع واحده قطع واحده كنت واحده قطع حلو قوي. واحدة قطعة ها ها كرة بتجي لي ايه ما اقولكوش بتلف لفة. واحدة قطعة اهي واحدة قطعة اهي كونتر قطعة كونتر قطعة كونتر. بصوا الكرة جاية رخمة ازاي. ها ها سوري ها اه اهي واحدة قطعة كونتر اهي قطعة كونتر واحدة قطعة وواحدة كونتر زي ما احنا شايفين كده. ها شفتوا الكرة بتبقى جاية اهو. بص فاضية لو انا ملحقتش اقفل عليها وظانن ان هي هتيجي قطعة هتطلع مني بره. لازم بص اكنتر واقفل عليها اهي. هي بتعكس الدوران. انا قطعت تجيلي كونتر انا كنترت تجيلي قطعه اهو. بص لازم اقفل ازاي بسرعه ها اهي. خدتوا بالكم في المستوى بقى المرحله اللي هي اعلى من كده ممكن اشيل كله بالنيت اهي. بس كل مدى ومدى انزل اشيل انزل اشيل ها. طبعا احنا قلنا زاويه المضرب زاويه قائمه بنزل اشيل والف الكره وبرده عناية على الكوره اشوفها جايه دورانها قوي ولا ضعيف. بنزل اشيل اوب اهي دي مقروسه شويه استهونت انا بيها ظنيت ان هي مش ان هي فاضيه. اتحرك للكوره ايوه سوري. مهم جدا المسافة اللي دراعي حر فيها ده الحر ده ده هحافظ عليه. يعني مش الكورة الكابتن أيمن ادالي هنا مثلا أبقى أنا واقف أعمل كده أو ادالي بعيد أعمل كده لا أنا هحاول على المسافة دي أحافظ عليها. رجلي بقى هي اللي توصل للكورة رجلي اللي توصل رجلي خفيفة على الأرض أيوه أيوه. بص بحاول ان انا ايه اتحرك هوب ها. طبعا الكوره لازم اشيل اتحرك واشيل ايوه زي ما احنا شايفين دي بقى المرحله المتقدمه ها. ان هي فاضيه اتحرك للكوره ايوه سوري. مهم جدا المسافه اللي دراعي حر فيها ده الحر ده ده هحافظ عليه. يعني مش الكوره الكابتن ايمن ادالي هنا مثلا ابقى انا واقف اعمل كده او ادالي بعيد اعمل كده لا انا هحاول على المسافه دي احافظ عليها. رجلي بقى هي اللي توصل للكرة رجلي اللي توصل
رجلي خفيفه على الارض. ايوه هاي. بص بحاول ان انا ايه اتحرك. هوب ها. طبعا الكوره لازم اشيل اتحرك واشيل. ايوه زي ما احنا شايفين دي بقى المرحله المتقدمه. ها الكره تجيله بيضرب كله. ها ها حافظ على دراعي ونزلتي كل كره انزل لها وحمل على رجلي وارمي لقدام. بص الكره بعيد عني شويه المفروض كنت انا ادخل. كابتن ايمن وقفها المفروض ان انا ادخل للكوره. يعني لازم ان انا احاول اتعامل مع الكوره زي ما هي عايزه مش من نفس مكاني. ها اهي بص اهو انزل لتحت اشيله من لقدام. هاي حاول تقديري على قد الشبكه فتحت اكتر هتطلع مني بره. رجلي اليمين دخلت قدام شويه المفروض رجلي اليمين تبقى ورا سنه. يا رب نكون استفدنا وفهمنا ازاي نتعامل مع جلد الصد. وبقى طبعا بشكر الكابتن ايمن جدا على المشاركه دي واشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.